أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: من أتى بمكسر كالطواف على القبور وعذر لجهله بأنه لم يبلغه العلم، هل يحكم بإسلامه أم أنه معذور؟ هو يحكم بإسلامه أم أنه معذور بجهله؟ لا، من فعل الشرك، من فعل الشرك الأكبر يحكم عليه بالكفر بناء على الظاهر. أنا قلت لكم نحن نبني على الظاهر، نبني على الظاهر، فمن فعل الشرك أو تكلم بالشرك الأكبر نحكم عليه بأنه مشرك كافر، نعامله معاملة المشركين بناء على الظاهر. وأما أنه جاهل أو معذور هذا إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا مات أو قتل المشركون الذين يعبدون القبور أو يعبدون الأضرحة، إذا قتلوا أو ماتوا لا نعاملهم معاملة المسلمين، بل نعاملهم على ما ماتوا عليه فيما يظهر لنا من الكفر والشرك. نعم.